امبارح شفنا مجموعتين بيلعبوا عشان نعرف منهم مين اللي اتأهل اول وتاني وتالت، وده كان في المجموعات الخامسة والسادسة، واللي اسفروا طبعا عن تأهل مجموعة منهم اتأهل منها فريقين بس، ومجموعة تانية اتأهل منهم 3 منتخبات كواحد منهم افضل توالت، وهو طبعا يعني اللي هستعرضه مع حضراتكم في الفقرة الحالية. هبدأ بالنتائج، واللي بدأناها بالمنتخب التونسي اللي تعادل تعادل سلبي امام منتخب جنوب افريقيا، عشان يفقد المنتخب التونسي فرصة ان هو يتواجد ضمن ال 16 فريق المتواجدين في دور ال 16، وفي نفس التوقيت كانت مباراة ناميبيا ومالي وايضا انتهت بالتعادل السلبي عشان يتأهل من هذه المجموعة كل من مالي وناميبيا وجنوب افريقيا. وفي تمام العاشرة تابعنا ايضا 4 منتخبات بتتبارى وبتتنافس عشان تصعد لدور ال 16، كانت المواجهة الاولى ما بين المنتخب المغربي اللي تفوق على المنتخب الزامبي بهدف مقابل لا شيء، ولو كانت زامبيا بس اتعادلت كانت هتصعد مباشرة إلى دور ال 16، في حين المواجهة الأخرى تنزانيا والكونغو والتعادل السلبي ما بين كلا المنتخبين، عشان برضو نشوف مفاجأة إن منتخبنا الوطني المصري بيصعد ب3 نقاط ب3 تعادلات ويواجه منتخب هو الآخر صعد ب3 نقاط من 3 تعادلات وهو منتخب الكونغو الديمقراطية. ده بالنسبة لنتائج مباراة أمس. أستعرض أيضا مع حضراتكم ترتيب كلتا المجموعتين بعد ما طبعا انتهت مباراتهم عشان نشوف مين اللي صعد أول ومين اللي صعد تاني ومين اللي صعد تالت. ده بالنسبة لمباريات كل من جنوب إفريقيا وتونس وناميبيا ومالي. طبعا منتخب المالي صعد كأول المجموعة ب5 نقاط، يلي المنتخب الجنوب افريقي ب4 نقاط، ثم ناميبيا كواحد من افضل التوالت اللي صعدوا دور ال 16 ب4 نقاط، في حين ودع المنتخب التونسي منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد حصوله على 2 نقطة فقط من خلال تعادلين وطبعا هزيمة وعدم تحقيقه لأي انتصار. المجموعة السادسة كان فيها كل من المغرب اللي قدر ان هو يصعد كأول المجموعة ب7 نقاط عن طريق تحقيقه الانتصارين وتعادل، في حين الكونغو الديمقراطية زي ما قلت لحضراتكم موقفهم نفس موقف مصر، يعني المجموعة دي بالظبط كوبي بيست مجموعة مصر، عشان كده ما شفناش فيها أفضل توالت. المغرب أول ب7 نقاط، الكونغو تاني ب3 نقاط، وكل من زامبيا وتنزانيا ب2 نقطة. ده طبعا الحال عشان نشوف دور 16، وزي ما قلت لحضراتكم 4 مواجهات ما بين فرق واخدة البطولة قبل كده، و4 مواجهات بيدوا فرصة يعني 4 منتخبات هيتواجدوا في دور 8 لم يحصلوا على لقب هذه البطولة من قبل. واستعرض مع حضراتكم مواجهات دور 16، وهي ان شاء الله هتكون كالتالي: انجولا وناميبيا هيلتقوا مع بعض يوم السبت بإذن الله على ملعب السلام في تمام الساعة 7، ودول طبعا كل منهم لم يحصل على البطولة قبل كده. مواجهة نيجيريا والكاميرون، منتخبين كل منهم اتفوق على الآخر قبل كده في حصوله على اللقب، وكلاهما حصل البطولة قبل كده، ونفس المواجهة إن شاء الله هتكون يوم السبت بإذن الله ولكن في تمام الساعة 10. يوم الأحد بالنسبة لنا يوم مصيري، لأن مصر إن شاء الله هتلعب في تمام الساعة 10 عندما تلتقي مع الكونغو الديمقراطية، في حين هيسبقها لقاء غينيا الاستوائية وغينيا، وأيضا كلا المنتخبين لم يحصلوا على البطولة قبل كده، وطبعا هنا أنا قصدي على غينيا الاستوائية وغينيا، في حين مصر والكونغو بالمناسبة كلاهما حصل على البطولة قبل كده والكونغو وقتها كانت زئير. بالنسبة ليوم الاثنين بإذن الله الرأس الأخضر وموريتانيا، منتخبين برضو لم يحصلوا على البطولة من قبل وفي تمام الساعة 7 هيلتقوا، في حين السنغال وكوت ديفوار هيلتقوا في تمام الساعة 10. أما آخر المواجهات في دور ال 16 بإذن الله هتكون مواجهات يوم الثلاثاء، مالي وبوركينا فاسو، وبرضو دول ما حصلوش على البطولة قبل كده، في حين كل من جنوب افريقيا والمغرب اللي هيلتقوا في تمام العاشرة حصلوا على البطولة قبل كده. مواجهات كلها ما نعرفش ايه اللي هيحصل.